في الحقيقه خويا حنا كنعانيو وكنقاصيو، حنا كاصحاب ارباب المطاعم يعني عندنا لو شارج كبير، عندنا الخدامه، عندنا النساء كيشتغلوا معنا، يعني كنعانيو. الروسيطه كامله اللي كندخلو واخا حتى 1500 درهم في النهار كندخلوها، ولكن كتخرج في لي شارج ديالها، فهمتي؟ يعني ما كاينش شي قانون اللي كيحمينا، لا جمعيات ولا حكومه ولا حتى شي حاجه، ولكن حنا كنعرفوا هذه ازمه اقتصاديه عالميه، وبخصوص دابا قطر المقابلات، يعني الكليان مشى، ما كاينش كليان، كنوجدوا الماكله كنبريباريوها، والحوت غالي وكل شيء غالي ستاند باي، وما كاينش الشاري كاع نهائيا. دابا راه كنستدي المقابلات في النهار، وكاين جمهور كبير هنا في المغرب كيتبع المقابلات، ولهذا حنا زدنا تضررنا، وبخصوص ملي كيلعبوا السبوعه اللي هو المنتخب الوطني، غير السد غير ما تجيش، وحنا مع المغرب ومع الفوز للمنتخب الوطني. الله يا ودي الشيف ملي كيكون لاعب المنتخب الوطني ورا سبعه د البحور كنكتبهم السميه ديال الكليان، وفابور وغراتوي، كل شيء ياكل مرحبا به. كاينه لا بروموسيون ماشي ما كايناش، بحال مثلا فريتور فهمتي كيدير 80 درهم، كنزيد فيه انا بلا ديال الكروبيت، وكنزيد فيه شويه السردين، وزيد الزعلوك والشلاضه والعدس وثلاثه الخبزات ومولاده، غير 100 درهم. يلا شو واحد لا بروموسيون خطيره ما كاينش حتى في الاحلام. راسي راه الهوا اللي كنشموها راه السيد زادوا فيها، غير ما لقاوش كيفاش يديروا يزيدوا فيها، وحنا ما كنلوموا لا اخ النوش ولا حتى شي واحد من جهه، حنا كنعرفوا هذه ازمه عالميه، ولكن اللي قادر يساهم باش ينقص هذا الغلاء راه عنده اجره عند الله ما يضيعش. كاين الناس اللي ملياردير، كاين الناس اللي يقدروا يعمروا داك صندوق المقاصه، يعطيو غير يعطيو، بالعكس انا طيح، انا راه عندي واحد البروموسيون فهمتي، انا اللهم نربح غير 5 درهم في البلا وعندي الربح، وما نخليش كليان يمشي بحالاته. هي كنساهم، اللهم حيبه وخبيزه لوليداتي وعندي الربح، وما نطلبش شي ثمن غالي، حتى انا ماشي بوتيكا اللي غادي نخلي داك الشيء ستاند باي، حنا الماكله عندنا اللي ما بعتيش داك النهار خصك تلوحها. وحرام الانسان يلوح الماكله، اللهم غير يبيعها باش ما كان، وحتى اللي ما عندوش كنعطيوه وبخير. بحال بزاف ديال المحلات اللي تسدوا وتقهروا، غير انا ما كنبغيش نستسلم. انا سبع بحالي بحال المنتخب الوطني، خصني نزيد للامام، نبيع اللي قدامي واللي ورايا باش يبقى المشروع مستمر. ودابا الحكومه عارفه انا راه ما في يديها والو، يعني اخ نوش غير محطوط في موقف ديال الزيادات. اما الزياده يعلم الله شكون اللي مسؤول عليها، كاين حروب، كاين مشاكل في خارج ارض المغرب، ولكن علينا بالدعاء ونترجاو الله وندخلوا الاسلام مزيان، ندخلوا ماشي غير الصلاه والنفاق بيناتنا، لا مزيان، وربي ما غاديش يخيبنا. والميساج ديالي هما رجال الاعمال، كاين الناس اللي متقفين الملايير ديال الدولارات، عندك ما دير بها، غدا غتموت، اللهم اجبدها واعطيها للناس، شري الجنه ديالك. هذا هو اللي كاين اخويا، انا كان عندي شي 40 مليار نحطها في صندوق المقاص، نحطها اخويا نحطها.